لقولك. ما تشاهدونه في هذه اللقطات ليس من فيلم سينمائي، بل مشاهد حية لعملية إحباط واحدة من أكبر محاولات إغراق الجزائر بالحبوب المهلوسة. المصالح المختصة للأمن الوطني تضع يدها على 1,600,000 قرص مهلوس، حصيلة ما تم ضبطه خلال أسبوع واحد من شهر مارس سنة 2023، جنب البلاد كارثة اجتماعية وصحية، وفوت الفرصة على الكائدين لتنفيذ مخططهم الإجرامي. ففي الوقت الذي كان فيه الشعب الجزائري يحضر لاستقبال شهر رمضان الفضيل، كانت أيادي الإجرام تحضر لواحدة من أكبر العمليات التي تستهدف ركيزة الوطن شباب الجزائر. في خطة ممنهجة استهدفت عنابة، العاصمة، وهران وورقلة، تصدت لها مصالح الأمن الوطني التي أعلنتها حربا ضروسا على بارونات السموم في عمليات نوعية ومتتالية وجهت بها ضربات قاسمة، كانت أهمها ما سنتابعه معا. المكان: المصلحة المركزية لمكافحة الإتجار غير المشروع للمخدرات بالسمار بالجزائر العاصمة. اجتماع عمل لاستغلال معلومات مؤكدة توصل إليها المحققون حول شحنة ضخمة من المؤثرات العقلية ستوجه إلى العاصمة قادمة من دولة بالجوار مرورا عبر ولاية تمنراست، بدأ الترصد لها قبل أشهر. أين تم تحديد أهم عناصر الشبكة الإجرامية ودور كل واحد فيها؟ وبعد وضع خطة عملياتية محكمة انطلقت العملية. العقل المدبر لهذا المخطط الإجرامي واحد من أخطر بارونات المتاجرة بالمخدرات والمؤثرات العقلية، إنه المدعو شين شعيب المكنس قبوج أو الحاج الهارب بفرنسا، والذي صدرت في حقه 5 مذكرات توقيف دولية. خطة المكن الحاج ضمت عدة مراحل لاقتناء ونقل وإخفاء وترويج المؤثرات العقلية. بدأت بإرسال سهريج زفت تجره شاحنة إلى ولاية تمنراست، أين يتولى المدعو السعيد مهمة شحن السهريج بالمؤثرات العقلية عبر مدخل أسفل السهريج يصعب على غير من أعده اكتشافه. بعد أن جهزت الشحنة يعود السائق مجددا إلى ولاية تمنراست لتبدأ عملية التحويل، والوجهة الجزائر العاصمة. سائق الشاحنة مختار بعناية، ستيني لا يلفت الانتباه، معتاد إجرام يخفي العديد من الأسرار. حبس داخل مرتين وكذا، درت عام وعامين وعام سرقة تاع طوموبيل، والدوزيام داري لي نصب 2007 سرقة ثانية، سرقة دار ذهب وديته من دار. أنا خدام شوفار سيمي، هذا جاني سعيد، واحد يقولوا سعيد قال لي تخدم شوفار، أدى واحد 15 يوم ولا 20 يوم هكاك تمرست بارك، قال لي خلي الكاميو هنا، خليته ثم وجيت طيارة هنا مطار، جيت لهنا وروحت قعدت 15 يوم في دارنا راقد. بعد عيط لي بتليفون هذا الباترون قال لي احكم طيارة وروح الكاميو راح نجيبوه، راح جبنا الكاميو ستيرنا. يا اخي ممنوعات هذه المهلوسات هذه. قيمة الشحنة واهميتها رسم لها البارون خطة لتأمين مسارها، أين وظف كشافا يسبق الشاحنة لرصد أي حاجز أمني لإنذار سائقها. وليصرف الكشاف الشبهة عنه أشرك زوجته في العملية التي رافقته طوال الرحلة، واللقاء كان مع الشاحنة في الأغواط. بسم أنا يا وش دايريني، كي عرفني بهم واحد كان يسكن عندنا في نوارة وكمعايا كانوا يخدموا مع هذه الأضروب وهذه الأمور هذه، ولا ماشي على بالي يخدموا الزطلة، يخدموا الحب، يخدموا الدواء، يخدموا الحمراء، يخدموا كلش، يخدموا الكوكايين، يخدموا كلش، يجيبوا فيها من تمرست
هذا يقولوا له الحاج، هذا اللي يهضر معايا في الواتساب. نفتح لهم من الاغواط للجزائر بالغولف، يقول لي خرج الاغواط او كاميو بيثم، يقول لي تلقى الديوانه، ما قول لي الديوانه وخلاص عيط لي. هو يعيط للشيفور يقول له احبس، ولا يعيط للسعيد هذاك، السعيد هذاك يعيط للشيفور. لحقوا هنا البيرتوتا ونروح. يتلاقاو في الطريق بالاخرى مشي يشد، يقول لي انا قدامك هاو التليفون بينات مع المراه تاعو، ملي يروح ما يروح لقى التليفون براك هكا روطا امشي اكتب في الطريق. احنا جيت للغواط من كان يهضر مع واحد اسمه الحاج، هذيك الزوجه نتاعي اديتها معايا انا اخويا باش من كيما نقولوا في الطريق ما يدوهاش فيا باللي انا اللي راني نمشي من قدام الكاميو برا. النفق المظلم الذي توغل فيه هؤلاء لم يكن بالمجان، بل لجني أرباح سريعة وطائلة تصل إلى 120 مليون سنتيم على كل عملية، ورحلة بالسيارة لزوجين من الأغواط إلى العاصمة تدر 40 مليون سنتيم. يعطيني هذاك السعيد 40 مليون، 40 يعطوني فيه 40 مليون، وخطر أعطاني 20 مليون. هذا الشيفور يدي فيه 120، ده قدامي خطر، ده قدامي أنا أعطاني 40 وهو أعطاه 120 هذاك السعيد. شراء أودي وشراء غولف اللي نشريتهم لك، اللي كيجي لي يقول اني شريت لك. وصل الكشاف والشاحنة الى العاصمة، نهاية المهمة، الا ان مكالمة هاتفية من المكن الحاج غيرت المسار. الوجهة الجديدة غرب البلاد، ولاية وهران لاغراقها بالسموم. انطلق السائق بالحمولة، غير انه حدث ما لم يكن في الحسبان، حادث مرور على مستوى وادي الهيو بغليزان اخلط اوراق العصابة ودق ناقوس الخطر. لحقت هنا العالجي قال لي روح الوهرن، رايح الوهرن بت في شفة، ورحت صارت لي الاكسيدون في ودريو جوال التسعة تاع الصباح، غدوة جوال العشرة ولا الاحداش عيطوا لي، انا في الجزائر ندور، عيطوا لي قالوا لي لازم ترجع درك تروح تشوف ان الكاميو راه دار اكسيدون في ودريو. طلعت انا لودريو لقيت الكاميو صح داير اكسيدون، كنت جاي مروح قال لك روح شوف الكاميو اسكت كاس صح ولا داوه. وليد عيط لي قال لي وجايك خويا بالطوموبيل خو أسامة، قال لي يربدك جاني بأودي بيضاء، أودي جينا أساس مروحين. عيطت فوق خويا قال لي روح لي الجزائر، لحقت لهنا كيما جيت الجزائر هنا عيطي قال لي شيفور راه تقاص، رحت أنا نيتينا رايح نجيب فيه ودر هي وجيت شلف منه هزيت معاه ثم وجيت مروح ديرت المسيلة. تغيرت الخطة وتم إعادة السهريج إلى العاصمة لإخفائه في أحد المستودعات بحي المحمدية بولاد شبل. رومورك كراو لا تراكتور والكاميو خلوه ثم لمقيوس قال عندي المفاتح تاع لونغار، لا خاطر أنا اللي دخلت الكاميو. قالوا لي أنت اللي لازم تفتح دوكا، يجيك واحد يعطيك المفاتح وروح افتحه. بعد إخفاء السهريج وفي حدود الساعة الثانية صباحا يلتقي أفراد العصابة على مستوى موقف سيارات مطار هواري بومدين لتوزيع المستحقات المالية، وهنا عناصر المصلحة المركزية لمكافحة الإتجار غير المشروع للمخدرات توقف الجناة الذين كانوا محل أنظارهم ليل نهار لحظة بلحظة طوال مسار هذه العملية. قبضوني في المطار، مطار هواري بومدين، زوج تعليل في الباركين، كانت معايا المرأة نتاعي وعيت الخويا مع وليدها، ما تلاقيناش إلا في المطار، لحقنا هنا أعطاني درامي، رحت أنا ثم بندي الدراهم من عنده، هزيت معانا درهم جيت انتي ماريا قبضوا هنا ثم وفي ذات توقيت بولاد شبل يقتحم عناصر الفرقة المستودع الذي كان يخفي الصهريج، الذي بعد عملية تفتيش دقيقة اكتشف مكان الإخفاء ليتم تحويله إلى مقر المصلحة المركزية لمكافحة الإتجار غير المشروع للمخدرات لمواصلة التفتيش، أين انكشف رقم مهول، أكثر من 1,270,000 قرص مهلوس من علامة بريغابالين المعروفة باسم الصاروخ، أجنبية المنشأ كانت موجهة للإتجار غير المشروع بها لتسميم أبناء الجزائر. هذه العملية التي كادت أن تغرق ولايات غرب الوطن في السموم، وفي المقابل لتدر أموال خيالية على العقل المدبر لها. تهاوى مخطط البارون المكن الحاج الذي كان يرصد العملية من فرنسا،
أين سارع إلى إنقاذ ما يمكن إنقاذه ومنع عناصر الشرطة من الوصول إلى بقية أفراد الشبكة، إلا أن محاولاته باءت بالفشل. أنا تاكسيير، نخدم بسيارة أجرة تاكسي بكوارتي بكلش. أحمد داري عيط لي نديه كورسات، هكا من يشري يقدي نديه كورسات. واحد خطرة بروبوزالي، قال لي عندي واحد صاحبي، قال لي عندي واحد صاحبي بدا تولي تخدم معاه، قال لي تولي تديله منها دراهم ترفد من تحط له من كذا كذا كذا. قال لك عاد قال لك سيد هدايا الاخر ماشي عايش في الجزائر، وانا الانسان هدايا هدرت معاه غير في الواتساب. هذا الانسان يعيطوا له هو الحاج واسمو شعيب، كنت ندير لي كونتيتي كل خطره شحال خطره، نرفد 300 نرفد حتى المليار ونص، كاين اللي رفدت عليهم مليار، وكنت نرفدهم ونديهم عند الصرافين يقولوا لهم الصرافين هذا الحاج يقولوا له شعيب. عيط لي انا كنت جاي من وهران، وكي رحت للوهران انايا راح ديجا جبت له دراهمه في وهران، راح جبت له دراهمه في وهران جبت له 600 مليون. قال لي كيما راك، قال لي كسر التليفون وكسر لابيس ورميهم، كسرته ورميته. كانوا عندي في الدار 700 مليون هكذا، اللي جبت 600 وقعدت لي 100 في الدار. انا دراهم رفتهم وديت دراهم وحطيت للناس دراهم ورفت عند الناس من وحطيت من. كمال عرف هاد العباد بيا، قلت له هادو ما عباده من تاع تخلط هاي انا الدور. قلت له يا خويا انت راك كبير دبر راسك. قلت انا تاني كنت نرفض دراهم وكنت نرفض الله. قال لي بعدك هاي بعدي واش الحاج، بعدي الواتساب تاع فلان ونروح نرفض عنده دراهم بعد هذيك من فلان زيد يبعث لي النيميرا راه نعطيهم لواحد 200 مليون 400 مليون. قال لي قام قبضوا 20، قال لي قام قبضوا سيمي فيها معمر فيها شيء. قال لي كسر التليفون قلت لك كيما قلت لك وديما. قيمة الأموال المحصلة من هذا العمل الإجرامي مصدر إغراء لضعاف القلوب، فشحنة مثل هذه تتجاوز قيمتها 100 مليار سنتيم بعد بيعها في السوق السوداء، غير أن نشوة الربح السريع ستزول سريعا هي الأخرى حين لا ينفع الندم. هم يجيبوها لونغار مشتريها الاستنادف الاستناف الحبة ويعود البيع لهذه الجماعة اللي في البارون هذو على 80 في الحبة، يبيعها باش يبيعها للشباب تاعنا ب 80 في الحبة. يا رب كنت ستقضي شهر رمضان رفقة أسرتك، إلا أنك ارتضيت ومن معك الزج بأبناء وطنك في الجحيم وتناولهم السموم، وما منعكم إلا الأعين الساهرة بتضحياتهم العظيمة التي كانت ولا زالت سدا منيعا في وجه موت الضمائر الذين قداسة المال عندهم فوق أي شيء، والحرب ستستمر ضد كل من يحاول العبث بالجزائر وأبنائها. I'm not afraid.